أحل زورق أبو ظبي 1 بقيادة راشد القمزي في المركز السادس في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 التي أقيمت في مدينة برانديزي الإيطالية بعد سباق استمر ل 38 دورة على مسار المنافسة. وفي السباق نفسه أجبر زورق أبو ظبي 36 بقيادة منصور المنصوري على الانسحاب من الدورة الثامنة بعد تعرضه لعطل فني، وفاز البريطاني مات بال فريمان الذي عاد بقوة إلى الرياضة بعد غياب استمر سنوات بلقب السباق الرئيسي. وحل ثانيا اللتواني إدغراس ريابكو، وجاء في المركز الثالث البرتغالي دوارتي بنيفتي.